الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحاً لذكره، والجمال معراجاً لذاته، والفن نبراساً لكونه، ومتنفساً لخلقه، يهذب طباعهم ويستجلي أحاسيسهم ويروح عن نفوسهم ويجدد نشاطهم وعزيمتهم. برنامجنا برنامج حادي الأرواح بفنه الصادق أثير رائق، يخاطب في الإنسان خلجات نفسه ووجدانه بألطف العبارات وأسمى المعاني، ليسمو بروحه ويلج قلبه عبر مفتاح الصوت الجميل واللحن الأصيل والأداء الراقي. السادة الحضور الأفاضل، السادة العلماء والمشائخ، المدراء الأكارم، إطارات الدولة في مختلف قطاعاتها ومؤسساتها، حضورنا الكريم كل باسمه وجميل واسمه، مشاهدينا الأعزاء أوفياء التلفزيون الجزائري في كل مكان داخل هذا الوطن العزيز وخارجه، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في سهرة التنافسية الثانية من الطبعة السادسة لبرنامجكم حادي الأرواح، حيث التنافس سيشتد بإذن الله، والعزيمة ستقوى، والذائقة الفنية لديكم سترقى. متابعة طيبة نرجوها لكم مشاهدين الأعزاء في هذه السهرة من قنوات تلفزيون الجزائري. باسمكم حضورنا الكريم مشاهدين الأعزاء، أرحب بلجنة التحكيم الموقرة التي ستضبط وتصوب وتقدم تقييماً على أداء المتنافسين. أهلاً وسهلاً، مرحباً بكم في السهرة التنافسية الثانية. أهلاً وسهلاً أختها، مرحباً بكم أستاذ. سنعود بعد قليل لنستمع إلى ممكن تصوركم حول هذه السهرة بإذن الله. أرحب أيضاً بالمدربين الأفاضل الذين يجدون ويجتهدون لنكون دائماً أجمل وأرقى. أهلاً وسهلاً بكم، مرحباً. أرحب بهذه الفرقة الجميلة والأصوات الشجية، فرقة حادي الأرواح، وأرحب بالكورال أيضاً، أو عفواً أرحب بالإيقاع أيضاً في هذه السهرة. بإذن الله سوف تستمتعون وتستفيدون بكل ما سيقدم في هذه السهرة التنافسية الثانية. طلبتنا مشاهدين الأعزاء، حضورنا الكريم في مدرسة حادي الأرواح، يعيشون أجواء جميلة وذكريات رائعة عزيزة، حيث يستفيدون ويفيدون أيضاً. التلفزيون الجزائري وقناة القرآن لم يدخر جهداً في سبيل توفير بيئة تعليمية تكوينية ترفيهية للطلبة. نتابع في هذا الروبورتاج أجواء جميلة يقضيها هؤلاء الطلبة مع الزميل عبد النور هامل، ثم لنا عودة بعد ذلك. أنشدنا يا حادينا، أطربنا وغنينا، أنشدنا يا حادينا، أطربنا وغنينا، يا حامي الأرواح غرد لنا نرتاح، يا حامي الأرواح غرد لنا نرتاح، باللحن والبيان أنشد يا كروان في قناة القرآن، أنشدنا يا حادينا، أطربنا وغنينا، أنشدنا يا حادينا، أطربنا وغنينا، يا حامي كل واحد فيهم راح يقدم لنا لوحه فنيه، انا متاكد راح يقدم لنا فنيه لوحه فنيه في المستوى.
فارس عنده خجل، يعني خجول شويه في الاداء تاعه، نحاولوا نكسروا هذا الحاجز هذا، وهو فهم وفهم واش راني حاب، باذن الله حيكون في المستوى، وثقه ايضا كبيره في عبد الله بشيري حتى يكون هو ايضا في المستوى. بالنسبه لعثمان وعزيز هما راح يكون لهم فرصه ايضا اخرى لابراز امكانياتهم في عمل استعراضي، هي فرصه ايضا لابراز امكانياتهم للجنه التحكيم وحتى يتعرف عليهم الجمهور اكثر. كما راكم تشوفوا رانا في الكواليس، كواليس العمل لتحضير البرايم الثاني من برنامج حادي الارواح. كل فريق فيها اربعه كما تعلمون. اليوم عندنا عبد الباري كروم وعبد النور نيلي راح يدخلوا غمار المنافسه، ونضال ايمن وكذلك يوسف هني راح يدخلوا في اللوحه الاستعراضيه، راح تكون ان شاء الله اعمال جميله رانا نحضروا فيها، تكون مفاجئه. اطربنا وغنينا انشدنا يا حبيبي. اليوم كانت معنا جلسه تدريبيه مع الطلبه، وتم اختيار الحمد لله متنافسين اللي راحين ننشطوا البرايم الثاني باذن الله، واللي راحين نطمحوا انه يكون برايم في ابها حله. تلك إذن مشاهدينا الأعزاء الأجواء الجميلة التي يعيشها الطلبة في حضان التلفزيون الجزائري، حيث الإفادة يستفيدون ويكتشفون ويستمتعون أيضا ويتدربون ويتعلمون العديد من الفنون في مجال الإنشاد. لعلي أذكر أيضا تلك الجهود المبذولة من قبل الأساتذة الذين يدربون الطلبة المتنافسين في المدرسة، الأستاذ حسين محنون، الأستاذ محمد تيتوامان، الأستاذ عبد الحكيم لمداني، من الخبراء من المتمكنين في هذا المجال، في مجال الموسيقى والفن والأداء الصوتي أيضا. إذا نرجو لكم مشاهدين الأعزاء حضورنا الكريم، سهرة ممتعة مع الأجواء الجميلة التي سنعيشها بعد قليل، أليس كذلك لجنة التحكيم؟ كيف تتوقعون هذه السهرة التنافسية الثانية؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقبل الله صيام الجميع. إن شاء الله نحن متفائلون كما بدأنا في أول برايم، إن شاء الله يكون النسق تصاعدي، إن شاء الله يكون التحضير كان في ظروف جيدة، ونأمل إن شاء الله نستمتع في هذا البرايم إن شاء الله بأناشيد شكلا ومضمونا إن شاء الله تكون ذات جودة إن شاء الله. أدعو الله أن يوفقكم جميعا إن شاء الله وإياكم لجنة التحكيم، وأشكركم جزيلا على شكرا هذا الجهد. شكرا أستاذ الفاضل، طبعا نيابة عن اللجنة شكرا جزيلا لكم. إلى المدربين، كيف أو بداية هل أنتم جاهزون لهذه المنافسة القوية؟ لأن المنافسة في هذه السهرة على غير منافسة في السهرة الماضية، سوف نشهد الأصوات يعني مفردة، الأصوات سوف يعتلي المنصة كل صوت لوحده ليؤدي دون مرافقة. طبعا رأيكم وجاهزيتكم لهذا. شكرا أستاذ طه، صح فطوركم صح رمضانكم جميعا، مبارك لنا هذا حادي الأرواح. نيابة على زملائي كما قلت، الشهية افتتحناها في الأسبوع الماضي، نظن كل متنافس أصبحت عنده رغبة أكثر في التعبير عن نفسه وعن موهبته. احنا أعطينا لهم بعض التوجيهات باش نحطهم على السكة الصحيحة، اليوم سنرى إن كان يثمر هذا الجهد، بإذن الله يثمر. عندنا توسمنا فيهم جميعا أصوات جميلة وعندهم استعداد جميل، هما مواهب شابة راحت مرة أخرى يولوا دي ستار، وراح نصفقوا لهم من خلال الشاشة. أنا ربما راح نصفق شوية لأنني نكون شيخ ذاك الوقت نكون كبير، ولكن معليش أحاول التصفيق. أطال الله في أعمار الجميع، شكرا جزيلا. تفضل أستاذ ناصر. السلام عليكم، مش راح نزيد الكثير اللي قاله الأستاذ إسماعيل. كنا مرينا بأسبوع هذا في تحضير للبرايم الثاني، التمسنا أنه فيه إرادة من طرف كل الطلبة حتى يقدموا لنا شيء جميل، لوحة فنية على المنصة. كان فيه تمازج بين المدربين والمتنافسين ومع الكورال بقيادة الأستاذ يوسف السلطاني. إن شاء الله راح نقدم لكم لوحة فنية في إطار تنافسي شديد بين الطلبة، إن شاء الله يوفقوا التوفيق للجميع. هذا ما نرجو. بارك الله فيك أستاذ عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصحة فطور كل الجزائريين والأمة الإسلامية. هذا البرايم إن شاء الله كان الاختيار بين الطلبة صعب، لأنه
كل واحد فيهم كان أبدى استعداد كبير، والحمد لله تم الاختيار على حسب النظرة ديالي، أنه ممكن واحد كان على واحد بالنسبة قليلة، وهذه النسب القليلة خلتني أني نخير هذو الاثنين إن شاء الله اللي مرحين يجوزوا معنا، ومرحين يكونوا إن شاء الله في حلة بهية وفي أناشيد تذكرنا بالزمن الجميل والفن الراقي اللي تربينا عليه إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا للمدربين الأستاذ يوسف السلطاني أيضا على الجهود في سبيل طبعا تكوين هؤلاء الطلبة لتقديم الأفضل والأجمل. إذن مشاهدينا الأعزاء، حضورنا الكريم، سيكون التنافس في هذه السهرة على أشده، والتحدي سيكون أقوى. سنستمع إلى 6 أصوات متنافسة، كل مدرب سيقدم صوتين اثنين للتنافس وصوتين آخرين للعرض. نبدأ على بركة الله بأول فريق، فريق أستاذ ناصر، وأول متنافس وأول بورتري نتابعه، ثم نستمع إلى أول وصلة. معكم متسابق فارس سناح من ولاية مدية، عمري 23 سنة وخريج جامعة يحيى فارس سنة ثانية ماستر أدب. أنشدنا يا حادينا. كانت تجربتي وكانت مسيرتي في الإنشاد ككل المسيرات، بدأت من المسجد وبعدها انتقلت إلى جمعية الأمل لحماية وترقية الطفولة، تعلمنا الكثير، وبعدها انتقلت إلى فرقة النور اللي مدت لي صوالح بزاف. دخولي للمعهد الحادي كان والله صدفة، وما أجملها من صدفة. أرسلت الفيديو والحمد لله قبلوني، والآن أنا متواجد في معهد الحادي. اختارني أستاذي ناصر ميروح لأداء ولتمثيله في البرايم الجاي، نسأل الله التوفيق والسداد. ما تنسوش تصوتوا لي على الرقم 3. أفلح السعداء، يا من بهديك أفلح السعداء، هذه عظاتك للقلوب دواء، يا من بعثت إلى الخلائق رحمة، أقسمت أنك رحمة وضياء، يا من بهديك أفلح السعداء، هذه عظاتك للقلوب دواء، يا من صلوا على رسول الله، الله يعطي من يصلي مرة عشرا، ويخلد في الجنان مقيما. يممت حماك أبا القاسم، أبا القاسم
القاسم لي أنا لرضاك أنا الهائم أنا الهائم شكرا جزيلا لأول صوت معنا في هذه السهرة من فريق الأستاذ الفنان المنشد ناصر المدرب ناصر ميروح فارس تناح من لمدية. من لمدية نقلنا أستاذ ناصر إلى الجنوب إلى أضرار إلى بشيري محمد عبد الله، هذا الصوت أيضا الذي سيدخل المنافسة. بالتوفيق لفريق ناصر، نتابع هذا البورتري ثم نستقبل المتنافس. أنشدنا يا حادي، معكم المتسابق بشيري محمد عبد الله من ولاية أضرار، ماستر شريعة وقانون. كانت بدايتي مع الإنشاد من خلال الكتاتيب القرآنية وكذا افتتاحي للعديد من النشاطات الثقافية. من المعروف أن التدرج سنة كونية، فارتأيت أن أشارك وأتدرج في المسابقات أو المشاركات الإنشادية، فشاركت في حاد الأرواح، والحمد لله وفقني الله أن أكون من الاثني عشر الذين ينشطون البرايمات الرمضانية. والله أسأل التوفيق لي ولجميع المتشاركين. أنشدنا يا حادي. بحمد الله وتوفيقه ومنه اختارني المدرب والأستاذ ناصر ميروح،
ممثلا عن المجموعة الفنية الإنشادية. فالله أسأل التوفيق والنجاح لي ولجميع المتسابقين. لا تنسوا التصويت على رقم واحد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيك تحيرا زدني بفرط الحب فيك تحيرا وارحم حشا بلا ضياع ولا تجعل جوابي لن ترى إن الغرام إن الغرام حاضر أن تضيق وتضجر على الله لفني عمري وعلى الحبيب رسول الله الله Allah.
شكرا شكرا جزيلا للمتنافس الثاني من أضرار، سيبقى معنا وسندعو أيضا فارس تناح من لمدية إلى المنصة لنستمع إلى تصويبات لجنة التحكيم. تفضل فارس، ما الذي تقوله لجنة التحكيم في هذا الأداء وفي فريق ناصر؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. فارس الظاهر أنه لم يوفق في اختيار الطبقة، خاصة في مقام البياتي. بياتي عند الارتكاز في الطبقة الغليظة هناك إشكال، كان يعني هناك نشاز، فالطبقة الصوتية خلقت له بعض الإشكاليات خاصة في التحويلات المقامية، فكان هناك إشكال. عبد الله بشيري أداء جميل، انتقالات موفقة، وفقكم الله. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. بالنسبة للعمل الأول، هما عملين في مقام البياتي، يعني نقدر نديروا مقارنة بين العملين. العمل الأول بالنسبة للأخ فارس، مثل ما قال الأستاذ عمارة يزيد، اختيار الطبقة، لو رفعت الطبقة بمقدار نصف بعد لكان أحسن، لأنه بدأ أنه هناك اهتزاز في الارتكاز في الطبقة الغليظة. تعاملك مع الميكروفون هذه المرة أحسن من الأسبوع الماضي، يعطيك الصحة أنك ممكن أخذت بالنصيحة، بارك الله فيك. بالنسبة لعبد الله، عندي الكثير من الملاحظات الإيجابية. أخي عبد الله صوت نقي صافي، خامة صوتية رائعة، توظيف موفق لمساحة الصوت، يعني ليس كل منشد يعرف مساحة صوته ويستطيع توظيفها بين القرار والتوسط والجواب. أنت فعلت يعني ما يجب فعله، وظفت مساحتك الصوتية بطريقة رائعة. اختيارك للعمل جميل، الاستهلال في مقام البياتي رائع، بدوت هادئا متمكنا، يعطيك الصحة، واصل على هذا المنوال، بارك الله فيك. شكرا جزيلا، شكرا لمحمد عبد الله، وشكرا أيضا لفارس تناح، كل التوفيق لهما. طيب تفضل أستاذ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أنصح أفطوركم، هي إضافة طبعا لما قاله الزملاء، فقط أردت أن أضيف أن فارس تناح لديه قدرات يعني في الصوت نتاعه، ربما كان الاختيار تاعو للطبقة فقط كما قال الزملاء أنه غير موفق كثيرا، لكن بالنسبة لتقنياته في الأداء كانت تقنيات يعني جميلة، حاول يوظف بعض التقنيات الصوتية. يبقى أيضا في الناحية الإيقاعية وظف إيقاعين يعني بشكل جميل، هو الإيقاع الوحدة وإيقاع اللف. بالنسبة لعبد الله بشيري فيه كثير من الإيجابيات في الصوت نتاعه، في أدائه في مجاله الصوتي، غير أنه ينقصه بعض التأكيد على مخارج الحروف كي تفهم كلماته كثيرا، خصوصا في بعض المناطق يعني من حيث الأداء. اختياره الفردية أيضا كان اختيار جميل، يعني غير مألوف عن طابع الأنشود الأصلي، هذا يعني شيء يحسب له، بارك الله فيه. بارك الله فيك، شكرا جزيلا أستاذ ناصر. طبعا في الاستماع لهذه النصائح والتوجيهات سيتدارك الزلل منها في الوصلات المقبلة بإذن الله تبارك وتعالى. نترك قليلا لجنة التحكيم ترتاح ونستمتع معا دائما مع فريق المدرب ناصر، نستمتع بوصلة فنية استعراضية خارج مجال التنافس لعثمان حميدي من وهران وعزيز فتان من تلمسان، وصلة فنية ممتعة بإذن الله تعالى. سلام عليكم شرف الله قدركم ودامت عليكم نعمة وسرورا. سلام عليكم شرف الله قدركم ودامت عليكم نعمة وسرورا. فما دامت الأيام
شكرا جزيلا لعثمان ولعزيز على هذا الأداء الجميل.
يبرزان ويظهران جمال وهران وتلمسان، ومن الأجمل والأروع أنهما ذهبا في زيارة إلى الصحراء وإلى الخماسي وإلى التندي، فكانت هذه الوصلة الجميلة الصحراوية. هكذا هي جزائرنا، دم واحد وجسد واحد. إلى الفريق الثاني مشاهدينا الأعزاء، إلى أستاذ عبد الرحمن عكروت، وما الذي اختاره لنا في هذه السهرة للتنافس، وقد رأينا الأصوات الجميلة التي افتتحنا بها المنافسة في هذه السهرة، من وهران ومن تلمسان إلى واد سوف الوادي وإلى غردايا. هذه المرة التنافس سيكون إنشاديا. في هذه السهرة سنستمع إلى جابر أصيل من واد سوف من فريق عبد الرحمن في هذا البورتري، نتعرف عليه ثم نستمع إلى أدائه. قولوا لدادا هيا طول لواك، شوفي حالي واش يلزمني واك حما غايب. معكم المنشد أصيل جابر من ولاية الوادي، خريج المعهد الوطني العالي لتكوين شبه طبي، تخصص مخبري للصحة العمومية. بدايتي مع الإنشاد طبعا كانت في المدرسة القرآنية، وحيث شجعني الوالدين الكريمين على المضي قدما في هذا المجال، وبعدها التحقت بفرقة نسمات الصحراء لنوجه لهم تحية من هذا المنبر لكي أطور موهبتي. فكرة الالتحاق ببرنامج حادي الأرواح كانت تراودني منذ أول طبعة، ولكن تسنت لي الفرصة الحمد لله هذا العام وهذه الطبعة السادسة لكي أكون ممثلا عن ولايتي. نتمنى إن شاء الله أن نشرفهم أحسن تشريف. الحمد لله تم اختياري من طرف الأستاذ والفنان الجميل عبد الرحمن عكروت لكي أنشط البرايم القادم. لا تنسوا التصويت على الرقم 4. ومقصدي
بك طاب لي الكلم وحلى لي أحبتي النغم بمديحك طاب لي الكلم وحلى لي أحبتي النغم كم همت روحي نحوكم فبك الأرواح تنسجم كم همت روحي نحوكم وبك الأرواح تنسجم فبك الأرواح تنسجم من مكة تضاء الكون هدى وانجابت بالنور الظلم من مكة تضاء الكون هدى وانجابت وتغنى القاع والأكم وتمايلت الدنيا فرحا وتغنى القاع والأكم وتمايلت الدنيا فرحا وتغنى القاع والأكم وتمايلت الدنيا فرحا وتغنى القاع سكن وسط قلبي حب يا كرام سكن وسط قلبي حب يا كرام حبك يا محمد حرمني المنام حبك يا محمد حرمني المنام سكن وسط قلبي حب يا كرام سكن وسط قلبي حب يا كرام حبك يا محمد حرمني منامي ودمعي يسيل وشوقي دعاني وقلبي عدي وشوقي دعاني وقلبي عدي سكن وسط قلبي حبه يا كرام سكن وسط قلبي حبه يا كرام حبك يا محمد حرمني المنام حبك يا محمد شكرا جزيلا جابر أصيل من الوادي على هذه الوصلة الجميلة ذكرتنا بالزمن الجميل والإنشاد والفن الأصيل حيث الكلمة الرائعة الراقية واللحن الشجي الجميل أيضا من الوادي إلى غردايا إلى حمزة بوعبون نستمع لوصلة تنافسية أيضا دائما من فريق عبد الرحمن عكروت والبورتري ثم نستمع ونستمتع بالوصلة الفنية أي تعار الغربات تون لا معكم المتسابق حمزة بن إبراهيم بوعبون من القرارة ولاية غردايا طالب سنة ثالثة ليسونس تخصص عقيدة ومقارنة أديان ومتحصل على إجازة في رواية ورش عن نافع مسيرتي الفنية الإنشادية كانت أول يعني الانطلاقة كانت من فرقة الهدى بمدينة تيكورت كانت طريقة مشاركتي في المسابقة يعني سمعت بها في موقع التواصل الفيسبوك فبعثت فيديو عبر تطبيق الفيبر ثم لقيت القبول الحمد لله من طرف لجنة التحكيم تم اختياري اليوم من طرف الأستاذ والمشرف والمدرب عبد الرحمن عكروت لأنشط البرايم الثاني بحول الله تعالى أطلب من الجمهور الوفي للمنشد بوعبون حمزة أن يصوت للرقم 2 يا حادي الأرواح
أياما كلما نودي أجابا ومن بجنابه ينشي السحاب وكلم في الدجى موسى بلطف كلاما ثم ألهمه الخطاب ويا من خص أحمد واصطفاه حبيبا وأعطاه الرسالة والكتاب وسماه حبيب وأعتق في شفاعته الرقاب يا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا فوق المنابر يا بنابل غردي رسول الله في مولد الذكرى وذكرى المولد حبيب الله فوق المنابر يا بنابل غردي رسول الله في مولد الذكرى وذكرى المولد حبيب الله رسول الله ما أدهى سناك الله 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 ونور الشمس بعض من ضياك الله 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 رسول الله ما أدهى سناك الله 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 ونور الشمس بعض من ضياك الله 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 هجرت الرجس والأوثان بغضا الله 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 تاج قد علاك يا 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 رسول الله ضاك عني جلاء حسني فأنت ربي أقصى تمني رضاك عني جلاء حسني وأنت ربي أقصى
شكرا شكرا جزيلا حمزة على هذا الأداء. ندعو إلى المنصة من الوادي المتنافس الأول جابر وإلى لجنة التحكيم، وكلنا أذان صاغية للاستماع للنصائح والتوجيهات. شكرا للطالبين وصلتين جميلتين، إلا هناك بعض الملاحظات. تفضل هواري. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للمنشد جابر، هي في البداية يعني الفكرة ربما أستاذ عبد الرحمن قال في البداية أنه سينقلوننا إلى أيام الزمن الجميل، وفعلا يعني كانت الوصلتين يعني للمنشدين من أيام الزمن الجميل. الأنشودة الأولى اللي كانت بموالها وأنشودة للمنشد الكبير يعني أبو دجانة عليه رحمة الله، أيضا الأنشودة الثانية التي أداها المنشد حمزة أبو عبون الثانية رضاك عني للأستاذ عمار دح الذي نوجه له يعني كل التحية والتقدير. بالنسبة للملاحظات، كان الأداء بالنسبة لجابر أداء ثابت وركيز، وكان يعني جالب بناء بعض المقامات يعني في بعض المقامات من النهاوند إلى البيات إلى البيات الشوري ثم استقر على النهاوند. كانت يعني أداء جميل بمديحك طاب لي الكلم. بالنسبة لبو عبون ممكن يعني النوطة أحسست أنه ربما كنت تطلع يعني نصف نوطة يكون يعني الأداء أكثر حضورا، يعني بالرغم من أنك فيه إحساس في الأداء يعني خاصة في الفرديات، يعني لم نشهد يعني في الموال الكثير لكن في الفرديات كان إحساس وكان أداء جميل وبارك الله فيكم. تفضل عبد الرحمن. تفضل أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. المتنافسين جابر أصيل، اختيار موفق، تعامل جميل مع الميكروفون والخشبة، يبدو أنك يعني أخذت راحتك هذه المرة. المرة الماضية كنت شوية متضايق، فالمرة هذه كنت موفق إلى أبعد الحدود سواء في الموال أو في النشيد. الوصلة بشكل عام جميلة جدا، كنت مرتاحا وأنت تستعرض هذا العمل الجميل. نشكر الأستاذ عبد الرحمن عكروت على هذا الاختيار. بالنسبة لحمزة عبون، اختار مقام الحجاز كار، كان الأداء موفق، كنت متمكنا من الوصلة يعني حضرتها بشكل جيد، قيادتك للمجموعة والكورال كان موفقا. عموما يعطيكم الصحة الاثنين وإن شاء الله مزيدا من التألق والتميز إن شاء الله. بارك الله فيك. شكرا شكرا جزيلا لجنة التحكيم، شكرا لحمزة ولجابر على هذا الأداء، شكرا لمدرب أيضا عبد الرحمن الذي يبدو أنه أعجب بأداء المتنافسين. كما عودناكم مشاهدينا الأعزاء في كل سهرة من سهرات حادي الأرواح نستقبل صوتا شجيا نديا قويا، إذا أدى أطرب وإذا أنشد أمتع، تخرج في مدرسة حادي الأرواح، شارك في عدة منافسات ومناسبات أيضا إنشادية محلية ووطنية وعربية أيضا، يعرف بهدوئه وسمو أخلاقه وروعة أدائه أيضا. إلى لمسيلة نأخذكم، ومن لمسيلة الولادة للمنشدين رحبوا معي بالمنشد المتألق علي صحراوي. علي صحراوي أهلا وسهلا بك. من الذين يعني لديهم تحدي كبير وإصرار كبير أيضا في بلوغ أهدافه، شارك في حادي الأرواح في طبعتين، الأولى لم يستطع أن يصل إلى المرتبة الأولى ولكنه رفع التحدي بعد أظن سنتين هكذا أو أكثر ليكون هو الأول وهو الحائز على لقب الحادي. ماذا يعني لكم حادي الأرواح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا رمضان كريم، تقبل الله منا ومنكم إن شاء الله. حادي الأرواح هي فرصة لكل المواهب الجزائرية، فتحت لنا باب باش نسمع أصواتنا للعالم العربي، لأن اعتبر هذه مسابقة يعني ضاع صيتها حتى من دول عربية رام يشاهدوا فيها، ربي يبارك فيها من القائمين على هذه المسابقة. الله. مثل الجزائر علي صحراوي في عدة محافل عربية ممكن نذكر منها؟ منشد الشارقة دولة الإمارات العربية المتحدة مركز ثاني، ومسابقة بورسعيد الدولية في مصر مركز ثاني. ما شاء الله، صوت جميل أكيد ستستمتعون بأدائه. لا أطيل عليكم، أترككم مع هذا الصوت الشجي. تفضل. موفق إن شاء الله.
هلالك كم تحن له القلوب وذكرك كم يردد يا وذكرك كم يردد يا حبيب إذا وكاد لفرط حصرته يذوب حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حضار حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حضار فهو عمادي يوم المعادي فهو عمادي يوم المعادي فهو عمادي يوم المعاد نبينا طه المختار صلوا معنا حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حضار حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حضار هو عماد يوم المعادي فهو عماد يوم المعادي فهو عماد يوم المعاد نبينا طه المختار صلوا معنا هذا الذي سرى ليلا ثم دنا فتدلى هذا الذي سرى ليلا ثم دنا فتدلى وهو بالأفق الأعلى حباه الله كل الألوان مولانا عليه والآل والصحب
شكرا جزيلا علي الصحراوي، سوف نلتقي بكم في ختام هذه الحلقة، وأرجو أنكم استمتعتم بهذا الصوت الجميل وبهذه الوصلة الرائعة. عودة إلى فريقي عبد الرحمن عكروت، هذه المرة ليس تنافسا ولكن عرضا مع الثنائي محمد الأمين عثماني من الجلفة ونور الدين عدنان من معسكر. أوقات ممتعة نرجوها لكم مع هذه الأصوات الجميلة. ربنا بقيت عندك ذي الطلبة، آتي قلبي بدر صالح. ربنا بقيت عندك ذي الطلبة، آتي قلبي بدر صالح. توب علي إلهي من عندك توبة، توب علي إلهي من عندك توبة. ربي من صابني الحج البو طيبة، ربي من صابني الحج البو طيبة، واللي شفته في منامي البارح، أنا شفته في منامي، حبيته حبا منها عقلي راح قسارح. يا 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 يا. نبدأ باسم الإله تعالى، مولى الملك الكريم العالي، صلوا على الرسول بكمالة، وازهوا اليوم جميع من جاني. والفرحة علينا يدوم، وبشاه طه العدنان وشافيعنا يوم الهول، وان شاء الله حي رجال والفرحة علينا يدوم، وبشاه طه العدنان وشافيعنا يوم واللي شرى يربح منه ينوي
من مولا الجود يقلع له خذله شفيعنا رسول الله سقنا عمر بلا شكراً جزيلاً على هذه الوصلة الجميلة. شكراً للأستاذ عبد الرحمن على هذا الاختيار وعلى الأداء من قبل المتنافسين أيضاً محمد لمين عثماني من الجلفة ونور الدين عدنان من معسكر. هكذا هي الطبوع جميلة وثرية ومتنوعة فسيفساء فنية رائعة تزخر بها جزائرنا العزيزة. إلى آخر المتنافسين في هذه السهرة وإلى الأستاذ إسماعيل يلس، هل تظن أستاذ إسماعيل أنك ستكون مسك الختام؟ أنا أضمن لك الختام ولا أضمن لك المسك. ربي إن شاء الله يحسن خاتمتنا جميعا، إن شاء الله نكون كما الزملاء لكوتش أمتعونا الآن والفرقة كذلك وكل بلاتو. نتمنى ان شاء الله نكونوا اضافه جميله للجمال الذي استمعنا منه منذ قليل ان شاء الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. الى تجورت والى نيلي عبد النور المتنافس الذي اختاره استاذ اسماعيل يلس نتعرف عليه في هذا البورتري. بسم الله بديت نظمي مع جمر رحالة واللي ما صلى عليها وخيل ما يفعوت ندامو. المتسابق نيلي عبد النور من ولاية تجورت الجديدة 55. بدايتي يعني في الإنشاد منذ الصغر وأنا أمارس هواية الإنشاد وزولته مع عديد يعني الفرق وحاليا مع فرقة البيان الإنشادية. تم اختياري من طرف مدربي لأنشط هذا البرايم اللي إن شاء الله بإذن الله نكون موفق أنا وزميلي باش نأدوا أحسن أداء ونشرفوا أنفسنا ونشرفوا أستاذنا بإذن الله. لا تنسوا فقط التصويت على الرقم المخصص لي وهو الرقم 11. ناداك قلبي خاشعا ولساني ناداك قلبي خاشعا ولساني يا يا عالما
بالسر والإعلان أعصيك تسترني أنساك تذكرني فكيف أنسى يا من لست تنسى فكيف أنسى يا من لست تنساني. رجع يا ربي رجع ورجع واشبع جزيلا لمدينة تجورتني لعبد النور، موفق بإذن الله في هذه المنافسة. بعد أن استمعنا إلى الصوت الأول لفريق إسماعيل يلس، إلى الصوت الثاني الذي نختم به المنافسة من تجورت إلى تيارت مع عبد الباري كروم، نتعرف عليه في هذا البورتري ثم نستمع ونستمتع أيضا بأدائه، لنتابع. عبد الباري كروم من ولاية تيارت، طالب المعهد الجهوي للتكوين الموسيقي بجهة العاصمة. بدأت الإنشاد منذ الصغر، كانت بدايتي يعني من المدرسة القرآنية كأغلب المنشدين. بعد انتقلت مع عدة جمعيات وعدة فرق إنشادية اللي كنا من خلالها نمارس الإنشاد، والآن أنا مع فرقة الرستوميين إنشاد مديح الدين لولاية تيارت. الحمد لله يعني تم اختياري ممثلا عن ولاية تيارت في مسابقة حياة الأرواح، والله حقا ما كنتش نظن باش نكون بين 12. من خلال التصفيات اللي فوتناها كانت يعني منشدين ما شاء الله، يعني كانت تصفيات قوية جدا، نحمد الله على ذلك على أنه وفقني باش نكون من بين 12. أنشدنا يا حادينا
أطربنا وغنينا أنشدنا. الحمد لله تم خياري من طرف الأستاذ فنان القادير، لي شرف عظيم أني معه اليوم، أستاذ إسماعيل اللس، لتنشيط البرايم القادم بإذن الله. إن شاء الله أتمنى أنكم إن شاء الله تصوتونا كاع وتصوتوا لي أنا خصوصا على الرقم 9، وجزاكم الله كل خير وشكرا. الله الله لا إله إلا الله، الله الله محمد رسول الله، الله الله لا إله إلا الله، الله الله محمد رسول الله. محمد خير من جاد الكريم به، وخير من جاء بالتشريع حكمي. أعظم براع رعى الدنيا بحكمتي، كما رعى في الصبا مع اليتم تهتز العروش له، طفل مع اليتم تهتز العروش له، وهو ابن مهد رضيع غير منفاطمي. في حي سعدية كانت رضعته، في ظل بيت محط الجود والكرم، في حي سعدية كانت رضاعته، في ظل بيت محط الجود والكرم. يا رب جمعا طلبنا منك مغفرة،
وحسن خاتمة يا واسع الكربي. عبدتك ربي عبادة حب لعلم يقينا بأنك تعبد. عبدتك ربي وكل يشهد أنك رب جليل ممجد. عبدتك ربي عبادة حب لعلم يقينا بأنك تعبد. عبدتك ربي وكل يشهد أنك رب جليل ممجد. عبدتك حتى الجوارح مني. شكرا جزيلا للمتنافس الثاني من اختيار استاذ اسماعيل يلس. ادعو الى المنصه نيلي عبد النور من تجورت ومباشره الى لجنه التحكيم والملاحظات. بسم الله الرحمن الرحيم. نيلي عبد النور، عند الموال كنت هادئا جدا خاصه في الانتقالات المقاميه. ايقاعات مميزه جميله كانت منسجمه مع المجموعه الصوتيه والفرقه الايقاعيه المشكورين على أدائهم، فبالتوفيق إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للمنشد نيلي، عجبني توظيفك للحجاز في تذلل وخشوع، يعني لما كنت تتذلل للمولى سبحانه وتعالى بالاعتراف بالذنوب. أيضا عجبني استعمالك للإيقاع، لم يكن يعني ربما مألوفا في مثل هك مسابقات، توزيع إيقاعي جميل أيضا، وقفات ويعني وتوزيع عموما في الإيقاع. إيقاع كان من 7/8. بالنسبة لعبد الباري كروم، دخولك في الأنشودة كان أيضا فكرة جميلة، وكأنه دولاب رصد ثم الاستلام وأداء الموال. موال أيضا فيه بعض التفريعات من رصد إلى سوزناك إلى بعض الألوان الخليجية، وربما تعريجة على طابعة الرياش. غير أنه في العموم يعني لم يعجبني كثير التنقلات، يعني جميل أن يكون بعض التنقلات وبعض التقنيات ولا يكثر الإنسان منها، حتى لا يخرج ربما في بعض الأحيان يعني كان خروج بسيط عن النقطة. على العموم كان حضورك أيضا كان حضور قوي وأداء متميز، وبارك الله فيكما. شكرا. باختصار شديد أنا أبدأ من حيث انتهى الأستاذ محمد. بالنسبة لعبد الباري كروم، هو يعتمد على التكنيك كثيرا، يعني عنده إمكانيات تسمح له أنه يعرب بصوته ويتعرج ويعرج بين المقامات، لكن انتبه إلى بعض القفلات. اختيار موفق أستاذ إسماعيل،
يعطيك الصحة. عبد النور ما شاء الله اختيار جميل، ركوز في الطبقة. فقط أوصي في الحلقة المقبلة إن شاء الله بالتطرق إلى مواضيع أخرى اجتماعية، ولما لا نتغنى بالوطن وحب الوطن من الإيمان، ونحن في شهر رمضان لا بأس أن ننشد إن شاء الله مواضيع أخرى غير المناجات والمدح، حتى يكون البرنامج ثري من حيث المضمون. عموما بارك الله فيكم، لن أطيل كثيرا. أحيي رجل الخفاء أستاذ يوسف السلطاني على مجهوداته والفرقة المرافقة والإيقاعية، بارك الله فيكم. شكرا جزيلا، بارك الله فيك لجنة التحكيم، شكرا جزيلا لكم، شكرا للمدربين. في الختام سنستمع إلى كلمات ختامية عن هذا الأداء، وهل سركم أداء أبنائكم إن صح التعبير. ولجنة التحكيم مشكورة أيضا على ملاحظتها ما يلفظ من إنشاد في هذه المنصة من المتنافسين إلا ولديه رقيب عتيد. مشاهدينا الأعزاء، نختم بوصلة استعراضية في الختام دائما من فريق المدرب إسماعيل يلس مع الطالبين أو المتنافسين نضال عيمن من جيجل ويوسف هني من لمسيلة. بإذن الله تستمتعون بهذه الوصلة. عالماً سري الفرقان ضاحكة الربا بالترجمان شذية غناء وحديقة الفرقان ضاحكة الربا بالترجمان شذية غناء ستر الحسن منه بالحسن فعجب من جمال له الجمال وقاه ليته خصنا برؤية وجه نال عن كل من رأى
شكرا جزيلا، بارك الله فيكم، شكرا جزيلا على هذا الأداء وعلى اختيار هذا التراث الجزائري الأصيل والجميل. أستاذ إسماعيل اللي اختياراته كلها حماس وفن راق أيضا، شكرا جزيلا لكم. لجنة التحكيم في الختام كلمة موجزة عن أداء المتنافسين في هذه الصحراء. تفضل أستاذ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والله في الحقيقة يعني عشنا جو جميل بين الطرب وبين اللحن الشجي وبين الأداء المتميز وبين الكلمة الراقية. مشكورين كل يعني المتنافسين، وطبعا على رأسهم أساتذتنا الكرام أعضاء لجنة التدريب الذين يعني بذلوا كل الجهد من أجل أن تكون الصورة في الأخير صورة جميلة وفي حلة بهية. شكرا. وإن شاء الله ربي يتقبل إن شاء الله، وفي الحصة القادمة إن شاء الله تكون ما هو أحسن وأرقى إن شاء الله بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا إلى المدربين هكذا بإيجاز وبإعجاز أيضا لنختم هذه السهرة. تفضل أستاذ عبد الرحمن. يبدو أن البداية كانت مسك، والوسط كان مسكا، والختام أيضا كان مسكا، والحمد لله على هذا المسك الذي صال وجال هذه الحلقة. والحمد لله من فضله أن أتانا هذا الاختيار، والحمد لله. شكرا. أتمنى للمنشدين دوام التصاعد، وأتمنى أيضا للمدربين أن يحضروا أكثر، لأني سوف أكون أشرس المرة الجاية إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. أستاذ ناصر. كان برايم رائع، يعني تقريبا معظم المتسابقين كانوا قدمونا وصلات أو لوحات فنية متنوعة. كانت هناك ملاحظة للجنة التحكيم. المتسابقين بالنسبة برايم الأول والثاني غالبيتهم هم في نسق تصاعدي، احنا نشتغل حتى نقدم الأفضل في الأيام القادمة لأجل إنجاح هذا البرنامج الرائع إن شاء الله. شكرا جزيلا أستاذ إسماعيل. شكرا. اولا انا فخور بالرباعي اللي مثلني اليوم، مثلوا انفسهم وتاريخهم وعائلاتهم والفن الجزائري والفن العربي، واشكر كل الجهود اللي انا في وقت قياسي 11 عمل مش ساهل، كورال واستاذ سلطاني وجماعه يقوموا. فنقول باللي 12 اللي فاتوا هم ابنائنا كلهم، وانا شفت الاستاذ عبد الرحمن الاستاذ ناصر ينصحوا في الوليدات التوعي ويعطون في معلومات، وانا كذلك تبادلنا الادوار، فهذه في حد ذاتها ثمرة جميلة لهذا البرنامج الجميل. صحة سحوركم والملتقى الأسبوع القادم بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم. وقد لمسنا هذا التعاون الجميل والرائع والمتناسق بين المدربين وبين الأستاذ يوسف سلطاني، مشكورا. أشكر أيضا هذه الأصوات الجميلة لحادي الأرواح الكورال والإيقاع أيضا بلمساتهم الفنية الرائعة والراقية. الشكر موصول لكم مشاهدين الأعزاء على كرم الإصغاء والمتابعة، وللحضور الكريم كل باسمه وجميل واسمه أيضا شكرا على صبركم معنا. أدعو الله أننا كنا عند حسن ظنكم بنا وأمتعناكم وأفدناكم من خلال كل ما قدم في هذه السهرة. لا أنسى أن أشكر كل جنود الخفاء الذين اجتهدوا وجدوا واجتهدوا إنجاز هذه السهرة. ألقاكم بإذن الله في السهرة التنافسية الثالثة، والتي ستكون حاسمة، وسيكون تكون المنافسة على أشدها أيضا. أدعوكم مشاهدين الأعزاء إلى التصويت بقوة للمتنافسين، أرقامهم وأسماؤهم وأداؤهم أيضا موجود في صفحتنا عبر الفيسبوك، صفحة برنامج حادي الأرواح، لأن حتى التصويت له تقييم في ختام هذه المنافسة. أجدد الشكر الجزيل للجميع، كما أشكر أو تحياتي وتحيات المخرجة نادية شراير والفرقة التقنية أجدي ثلاثة وإشراف أستاذ فؤاد عميور. إلى الأسبوع المقبل، إلى السهرة التنافسية الثالثة بإذن الله تبارك وتعالى. أترككم في رعاية الله وحفظه. نستمع في ختام هذه السهرة إلى وصلة فنية ختامية مع المنشد ضيفنا في هذه السهرة علي صحراوي. أدام الله الصحة والأمن والأمانة على بلادنا وعلى الجميع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ربا ربك
جل من رباك ورعاك رباك ربك جل من وراك فيك نفي الهدى وحباك سبحانه أعطاك خير رسالة لم يعطي للعالمين سواك أنت الذي حن الجمال لعطفه وشكا وشكا لك الحياة يوم رآك على طيبة ودوني وخذوني وارموني عند الهادي محبوبي اشفع لي يا رسول الله يا حبيبي يا طبيب
يا طالب.